ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج الحوت ونصايح مهمه جدا جدا لاصحاب برج الحوت لشهر يونيو لعام 2021. برج الحوت احنا عندنا شهر اروع شهر او شهر مميز جدا جدا، عندنا حظ حلو، عندنا ان احنا لما بنقع في مشكله بنطلع منها بمساعده الحظ، لان كوكب الحظ بقى موجود عندك الفتره دي، فعندك شهر متميز. طب ايه اللي عليا؟ يعني عندي شهر حلو، ايه اللي عليا؟ انك تستغل الحظوظ وتستغل الفرص، وان انت لما يكون عندك في حد بيقرب منك قرب منه، لما تلاقي ان في حد بيتواصل معاك او في حد بيجيب لك عرض مهم مهني او ما تتعالاش، او الكسل يخليك ان انت ترفض العروض دي، او ان انت في عروض توافق عليها بشكل سريع. لا، ركز كويس قوي، ركز في العروض، ركز في الكلام، ركز في ان انت بتتواصل مع مين، ركز في الحظ اللي بيوريك او بيكتشف لك الشخص اللي قدامك، سواء كان شخص سلبي او شخص ايجابي. فعليا ان انا اعرف كويس الشخص اللي قدامي، اقرب من الكويس، ابعد عن اللي مش كويس. فحاول على قد ما تقدر انك انت تستغل الحظ بانك تشوف بنظرة صحيحة، بإنك تركز في خطواتك وتركز في خطوات الآخرين وكلامهم وتركز في كل نقطة حواليك. فده متطلب جدا. ليه؟ لأنك عايز تحافظ على الحظ ده وإنك تدعم نفسك أكتر. ما هو بالظبط زي إيه؟ زي حد بيجي بيقولك أنا هساعدك في كل حاجة، بس انت كمان ساعدني، ساعدني عشان اعرف اساعدك صح. فاذا اعتبر ان كوكب المشتري بيقول لك كده، عشان اساعدك وادي لك حظوظ صح انت كمان لازم تساعدني وتاخد بالك وتشوف. انا هبين لك بس مش هاجي اقول لك خد ده بالعافيه او اعمل ده بالعافيه، لا، عليك ان انت تعمل مواجهه او مقابله مع الحظ. دي اول نقطة. النقطة التانية انك انت تبتعد عن العصبية والمشاكل. ليه؟ لان انت عندك بعض المشاكل العاطفية بمشاكل الماضي، مع الحنين للماضي، مع شخص من الماضي بيرجع، مع شخص بيحاول يقرب، ممكن يكون شخص مش مناسب. فحاول على قد ما تقدر انك انت تركز صح. الشهر ده عندك شهر الحب والعاطفة، ولكن حاول على قد ما تقدر عشان تخلي الحب يوصل لمركز حلو او مكانة حلوة، او انك انت تلاقي او تلتقي بالشخص الصح بجد، فعليك ان انت تحتسب خطواتك وتشوف انت التعاملات بتاعتك عاملة ازاي. الماضي بفكر فيه، الماضي لازمني ولا مش لازمني، هيرجع ولا مش هيرجع، شوف الحاجة اللي ليها فايدة ليك واعملها. انما كده وبضيع من قدامي فرص عاطفية يبقى الشهر هيضيع وانا مقلق في امور العاطفية. ابتعد عن العصبية والمشاكل، لان انت عندك تصالح وعندك قرب علاقات، فما بلاش ان انا احبكها قوي وازود العتاب قوي والعند قوي، عشان ده هيخليني ان انا يحصل لي مشاكل كتيرة، او ان انت ممكن تخسر ده بعدين تكتشف ان الصدفة او الفرصة كانت قدامك انك تصلح، بس انت قدرتش انك تتعامل بشكل صحيح او ما حسبتش للامور دي صح. فخلي بالك. النقطة اللي انا برضو عايزة اتكلم عليها قوي، وهي ان انت عندك اخر اسبوع هيكون في تشكيل رائع جدا جدا جدا، مع كمان وجود القمر في الابراج المائية، فعلى حسب الايام ما بنتكلم، وده بنقوله في التوقعات الاسبوعية والتوقعات اليومية على القناة التانية كمان، الا ان عندك الوقت في خلال الاسبوع الاخير هيبقى اروع ما يكون فعلا. لما الشمس تروح لبرج السرطان وقتها هتلاقي عندك حظوظ حلوة، الأضواء تتسلط عليك أكتر، إيجابية بشكل كبير، إيجابيات متميزة. طب عليا أن أنا أقول إيه بالنصيحة في الوقت ده؟ مش هقولك في الوقت الآخر أسبوع، هقولك الثلاث أسابيع القابلة، إنك تستغل كل فرصة، تستغل كل خطوة، تستغل كل شيء ليخدم أو حاجة تخدم خلال الأسبوع الأخير. ليه؟ لأن الأسبوع الأخير هو الأسبوع الأقوى، كأنك بالظبط عندك ميعاد عرض مسرحي او ميعاد لشيء مهم في خلال الفترة دي، لازم تتعب وتأهل جدا وتتعامل بجهد قوي عشان النتيجة تكون مبهجة بالشكل اللي انت تتمناه خلال الاسبوع الاخير. الحاجة برضو اللي انا عايزة اتكلم عليها، ان موضوع الاصدقاء، مش كل الاصحاب حلوين، مش كل صاحب هيبدا ان هو يغطي عليك اسرارك، لا، في اصحاب وحشين جدا، اصحاب هيطلعوا اسرارك بره، اصحاب هيكونوا عند معاك، اصحاب بيبقوا كارهين الخير ليك. زي ما قلت لك ان انت عندك شهر او عندك شهر قد ايه ايجابي وقد ايه ممتع وقد ايه لذيذ، بس في نفس الوقت في اشخاص بيكرهوا ان النعمه تروح من ايدهم تروح لايد حد تاني، او ان انت تكون افضل مني. لا، انت ممكن اخرج زيي، لكن افضل مني ازاي؟ بتاع ايه؟ حرام. ففي اشخاص عندها مرض نفسي في الموضوع ده، فخلي بالك منهم بجد، خلي بالك من الناس اللي هم مرضى نفسيين، ما بين قوسين مرضى نفسيين بخط كبير،
اه والله بعتبرهم كده بجد. خلي بالك لان هم موجودين حواليك بيرسموا ضحكه ويرسموا ان انت حبيبي، انا خايفه عليكي جدا، انت اعز صحابي، انت حاجه كبيره، وهم خبثة. خلي بالكم برضو في حاجه تانية مهمه قوي، الخلافات. عندك بعض الخلافات مع مشاكل او مشاكل مع الاصدقاء او مع بعض الاهل، حاول على قد ما تقدر انك انت توصل لحلول في المشاكل دي. عندك انك تقدر تقتحم المشاكل بحلول قويه جدا جدا، بل بالعكس هتكون شخص مثير للايجابيه والجاذبيه. فانت عندك لا كتير هيقرب منك لو انت خففت المشاكل، لو انت خففت الخلاف، لو انت قضيتها كده بدبلوماسيه وجو حلو وبسمه، لا ده هيفرق كتير جدا جدا مع الاخرين ويصب في الاخر لمصلحتك يا برج الحوت. على فكره النصيحه برضو اللي انا عايزه اتكلم عليها، انت عندك تغيرات كتير في حياتك، تغيرات مهنيه عاطفيه، تغيرات بكل يعني ما تحمله الكلمه. انا عندي التغيرات دي او تغيرات للايجابيه حلوه قوي، بس محتاج ان انا ما اقولش، محتاج ان انا داري على شمعتي جدا، محتاج كتير ان انا اكون متواصل مع الناس عشان الحاجه الايجابيه او التغيرات الايجابيه دي اقدر ان انا انميها بشكل ايجابي، مش تغيرات وتقف عند حد معين، لان عندك تغيرات كتير هتقف عند حد معين، مش هتكتمل الا بالتواصل مع الاخرين او مع الاشخاص المهمين او ايجابيين بالنسبه لك، او ان انت تكون قد ايه بعيد كل البعد عن العصبيه والمشاكل والخلافات، وان انت بتتجه لنظره المستقبل بتاعك النظره الايجابيه فقط. فعندك النقطه دي تفرق كتير، فده نقطه. النقطه برضو اللي انا عايزه اتكلم عليها قوي برضو، ان انت حاول تفهم الناس صح، لان انت عندك ان انت بتفهم الناس غلط، او ان انت كنت فاهم حد غلط وحاولت تقرب منه وتصلح، بس جواه فكره او جواه ان انت لا اخاف منك، اقلق منك، جواك حاجه كده مقلقاني، اصل انت ما كنتش. فلازم تعمل ايه؟ لازم تصلح الفكره اللي خدها عنك في الاول اللي انت كنت سبب فيها. فاهمين انا اقصد ايه؟ يعني الشخص ده هو شايل منك لسه، الشخص ده انت صلحت معاه او بعد ما انت فهمته صح بقيت تتعامل معاه كويس، بس هو مش ناسيلك ان انت كنت بتتعامل معاه وحش، او مش ناسيلك ان انت ما قدرتوش في حاجه. فخلي بالك من ده، حاول تفهم الناس صح، وحاول تفهم الناس عنك انك شخص صح. محتاج تلعب على النقطه دي جدا. الامور العاطفيه على قد ما قلت لك انها رائعه، خاصه من اول يوم 3 وضحت لكم انا تاثيرات الكواكب في التوقعات الشهريه، وضحنا كل ده. الى ان المهم لازم ان انت تنسى الماضي وتبدا من جديد، لازم ان انت تنسى كل المشاكل اللي مريت بيها والاستفزاز اللي انت مريت بيه والحاجات اللي قلقاك ومخوفاك ان انت ممكن تقع في نفس المشكله، او مقارنه الماضي بالحاضر، او مقارنه الشخص نفسه بماضيه وحاضره، لا ده شيء متعب جدا انت مش هتتحمله، هيوقعك في مشاكل وهيوقعك في مشاكل مع شريكك العاطفي. لازم تكون حريص كل الحرص في النقطه دي، عيد خطواتك وحساباتك واستخدمها صح والعبها صح، لان عندك شهر جاي لك بيخدمك. بشكركم جدا يا برج الحوت، بتمنى اني اكون فدتكم من النصايح دي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.